قذيفة التاندوم التي ظهرت مرات عدة في فيديوهات نشرتها الفصائل الفلسطينية تستهدف من خلالها أهدافاً عسكرية إسرائيلية، هي نوع من أنواع قذائف الـ RPG وتعرف باسم RPG-29 منذ أن أنتجها الاتحاد السوفيتي، وأصبحت واحدة من أكثر قاذفات الصواريخ فتكاً في الحروب حتى يومنا هذا. في ثمانينيات القرن الماضي استخدمها السوفييت في تدمير دبابات إبرامز الأمريكية وتشالنجر البريطانية، لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصاص الدماء. وبالرغم من ظهور نسخ أحدث منها كـ RPG-28 و RPG-30 و RPG-32 التي هي أكثر قدرة، إلا أن تاندوم 29 لا تزال تشكل خطراً على أي آلية عسكرية مدرعة تكون في مرمى نيرانها. بعد فترة وجيزة من دخولها الخدمة عام 1989، بدأت قاتلة الدبابات التي يطلق عليها اسم مصاص الدماء في الانتشار، وكان هذا مقصوداً، حيث تم عرض RPG-29 في معارض الأسلحة في الشرق الأوسط بمعرض آيديكس عام 1993. طريقة عمل تاندوم 29 تشبه السهم المشتعل الذي يخترق هدفه ويمزقه خارجياً ثم يحرقه داخلياً. الصاروخ المندفع من تاندوم يكون من طراز BG-29V وعيار 105 مليمترات، الذي يحتوي على رأس حربي تردفي، أي أن له شفرات بسيطة تحافظ على توازنه وتحدد نقطة اختراقه وتفجيره للهدف بدقة. التفجير يأتي بعد مرحلة الاختراق اللحظي للدبابة أو الآلية المدرعة، لكنه يكون تفجيراً من الداخل إلى الخارج، ويمكن استخدام التاندوم التفجيري النشط ضد الدروع المعدنية، كما يمكن استخدام التاندوم الحراري ضد الأفراد. فبالرغم من مداه القصير الذي لا يتخطى النصف كيلومتر، إلا أنه أكثر دقة من قذيفات أخرى ذات سمعة تدميرية عالية. كما أن قذيفة تاندوم 29 لديها ميزة الإطلاق البارد، أي أنها تستهلك الوقود الدافي عليها في أقل من ثانية، وتشتعل عندما تبتعد عن فوهة المدفع المحمول على كتف صاحبه. صحيفة هآريتس الإسرائيلية نشرت في عام 2006 تقريراً تقول فيه إن غالبية القتلى من القوات البرية الإسرائيلية في تلك الحرب كانت نتيجة لضربات موجهة من قذيفة تاندوم الروسية المطورة، كما استخدمتها عناصر عراقية في حرب العراق ضد دبابات برامز الأمريكية. واليوم تستخدم التاندوم بشكل واسع إلى جانب قذيفة الياسين 105 في تصدي الفصائل لآليات الجيش الإسرائيلي.